أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. الله الله الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. معكم الفقيرة سعاد من تونس. أنا دخلت الطريقة الكركرية عندي مدة عام، تعرفت عليها عن طريق بلا روضة، ما كنتش نسمع بها قبل. حكيت لها قصتي، اللي أنا من عائلة صوفية. أمي وبابا كانوا يمشيوا للزاوية في تونس، والمقدم سيدي عمار الله يرحمه. انشأت في عائلة كلها صوفية. قتلي هي اللي فما شيخ، قلت لها أنا أمنيتي إني نشوف شيخ حي، خاطر كي كنت أنا نمشي قبل أنا وأمي نزور الأولياء الصالحين وقت المناسبات والأعياد، كنت نسهلها أمي وأنا صغيرة، نقولها فمشي ولي صالح حي حي، نحب نشوفه أنا حي. كنت ما تعرفش تجاوبني، ما عنديش فكرة، ما جاوبتنيش. كيف تعرفت على للا روضة؟ حكيت لها قصتي. قالت لي فما ولي في المغرب اسمه سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره. فرحت على الاخر، قلت الحمد لله اللي انا معناتها اللي حبيت عليه، ان شاء الله بقدرة ربي باش نوصل له ان شاء الله وامنيتي تتحقق. سبحان الله، عملت الاوراد، اعطتهم للروضة، قالت لي هذوما اوراد سيدنا الشيخ قدس الله سره. بعد 20 يوم شاهدت لمحة من النور، شاهدت نجوم تتلألأ. وبعد 40 يوم بيعت سيدنا الشيخ قدس الله سره، وعند المبيعة شاهدت لمحة من النور تتجه في جميع الاتجاهات، ونجوم كثيرة جدا جدا تتلألأ. وكذلك شاهدت حلقات متتالية تأتي نحو عيني، ومن بعدها ترجع إلى الوراء، وجبال كثيرة وأمواج. عندها أيقنت أن هذا هو دين، أن هذا هو الطريق الحق، أن هو هذا هو الشيخ الحق، الشيخ الحي، الشيخ الصادق، الشيخ سيدي محمد فوز الكركري قدس الله سره. إن شاء الله ربي يخليهولنا تاج في قروسنا يا الله، يا كريم يا الله. وأنا ندلي بالشهادة هذه لكل ما يشاهد هالفيديو هذية، يسرع ويمشي يبيع سيدنا الشيخ قدس الله سره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.